لماذا أوراق النباتات خضراء اللون؟ لعلك تعلمت أن أوراق النباتات خضراء اللون لأنها مليئة بجزيء أخضر يدعى الكلوروفيل، وهو سبب اخضرار لون النباتات من الأخضر المائل إلى الصفرة الذي يميز النباتات الطحلبية إلى اللون الأخضر الفاتح الذي يميز الحشائش إلى الأخضر الداكن الذي يميز النباتات دائمة الخضرة. يكمن سبب أن الكلوروفيل منتشر بهذا الحد الهائل، إذ يظهر في جميع نباتات الأرض تقريباً في أنه بارع في امتصاص أشعة الشمس، فكلما حصل النبات على ضوء أكثر زادت طاقته لصنع السكر وإنبات الخزامى والبرتقال الياباني وغير ذلك من الأشياء الأخرى التي تقوم بها النباتات. لكن مهلاً، ألا تعني حقيقة أن الكلوروفيل الأخضر أنه لا يجيد امتصاص الضوء الأخضر؟ أعني أن ضوء الشمس مكون من جميع ألوان الطيف، وكل لون له طول موجي منفصل، والألوان التي نراها عندما ننظر إلى ورقة نبات هي الأطوال الموجية التي لا تمتصها الورقة، أي أنها الألوان التي ترتد عن سطح الورقة وتراها أعيننا. يجيد الكلوروفيل امتصاص أطياف اللونين الأحمر والأزرق، لكن لو أنه بارع حقاً لامتص جميع ألوان الضوء والتي من بينها الأخضر، ومن ثم أخرج لنا نباتات طحلبية سوداء وحشائش سوداء وأشجاراً دائمة السواد. فلماذا لا يكون لون الأوراق أسود؟ ونظراً لأنها على ما يبدو لا يجب أن تكون سوداء، فما الذي يمنعها من أن تكون حمراء أو زرقاء عوضاً عن ذلك؟ فهل الأخضر هو اللون المفضل لدى الطبيعة أم ثمة شيء مميز في تلك الأطوال الموجية للضوء؟ الإجابة المختصرة لهذا السؤال هي أننا لا ندري يقيناً. يرى بعض العلماء أن كون النباتات خضراء ما هو إلا محض مصادفة طيبة. منذ زمن بعيد امتلأت محيطات الأرض بكائنات حية وحيدة الخلية أرجوانية اللون تدعى العتائق، ولأنها أرجوانية كانت تمتص الضوء الأخضر وتسمح بمرور الأحمر والأزرق إلى الأعماق. تتمثل النظرية في أن هذا الضوء الذي يخلو من اللون الأخضر كان مصدر الطاقة الشمسية الأوحد في المياه العميقة، لذا برعت البكتيريا التي تعيش هناك في امتصاص جميع الألوان فيما عدا الأخضر. ولكن ماذا عن الجزيء الذي يمتص الضوء؟ الكلوروفيل؟ ما نعرفه حقاً هو أن الكلوروفيل بقدر ما يمكن أن يكون إخفاقه في امتصاص الضوء الأخضر، فإنه يتمتع بميزات كيميائية حيوية أخرى تميزه في السباق مع اللون الأرجواني. وربما ترتب على هذه المنافسة البيولوجية العتيقة أن عالم النباتات الآن أخضر اللون وليس أرجوانياً أو أحمر أو أزرق. لعلك لازلت تتساءل بالطبع لماذا لم تنتج النباتات أوراقاً سوداء بمجرد أن خرجت من الأعماق؟ أعني أنها غيرت الكثير من الأشياء الأخرى أثناء تحولها من بكتيريا حتى وصلت لأن تكون أشجار السكوية الضخمة. حسناً، لعل هذا يعود ببساطة إلى أن الطبيعة لا ترتكز على الكمال، والحياة ليست بحاجة إلى لون أسود خال من العيوب كي تستمر، بل يكفيها لون أخضر جميل. أو لعل النباتات كانت أكثر براعة وحولت نقطة ضعف الكلوروفيل إلى نقطة قوة. لكن سنترك هذه القصة لحلقة أخرى.